بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم على بقيه الشغل بتاعنا اللي احنا اتكلمنا فيه في الروبوتكس. المره اللي فاتت خدنا معنى كلمه الديجري فريدم، او يعني ايه ديجري فريدم والموبيليتي، وفي الاخر كده شفنا صيغه او قانون في النهايه اقدر اديله عدد الجوينتس وعدد اللينكس اللي معايا، وفي النهايه بيجيب لي ايه هو عدد الديجري فريدمز او عدد المواتير اللي اقدر احطها على الجوينتس او الاكتيفيتور اللي احطها على الجوينتس، بحيث ان الروبوت ده يتحرك من غير ما يحصل له اي دامج. اللي احنا هناخده بقى النهارده ان شاء الله هو بيتكلم على نقطه ثانيه ومختلفه تماما، وهي ازاي اوصف يعني اي جسم في الفراغ باستخدام البوزيشن والاورينتيشن بتاعه. يبقى احنا دلوقتي اللي احنا هنتكلم عنه النهارده هنتكلم عنه النهارده حاجه اسمها الروبوت configuration. طيب الروبوت كونفجريشن المقصود بيه هو ازاي اوصف روبوت في الفراغ. بس عشان اقدر اوصف روبوت في الفراغ، الاول تعالوا نبدا بتوصيف النقطه البوينت، وبعد كده نعلي الموضوع شويه ونشوف يعني ايه فريم والكلام ده كله. طيب اي حاجه في الفراغ لازم اوصفها بالنسبه للمحاول الاساسيه بتاعتي اللي هي الاكس والواي والزد. يعني لو عندي اربع محاور تلات محاور اللي هم الاكس والواي والزد، اي حاجه بقى في الثري دايمنشنال هوصفها بالنسبه للاكس والواي والزد. تعالوا نقول ان دي الاكس كابيتال ودي واي كابيتال ودي زد كابيتال. لو انا عندي نقطه في الفراغ وعايز اوصفها، فتعالوا نقول ان ليها احداثي اكس واحداثي واي واحداثي زد، يعني مثلا 5 وسالب 2 و4 ايا كان القيم بتاعتها. فدي الاحداثيات، وكل رقم من ده بيعبر عن مدى الحركه او الازاحه في محور اكس ومحور واي ومحور زد. يبقى ده بالنسبه لايه؟ للبوينت. طيب لو انا قلت بقى ان انا عايز اوصف فيكتور في الفراغ، عشان توصف اي فيكتور لازم يبقى معاك نقطتين. يعني مثلا تعالوا نقول النقطه دي، لو قلنا دي عباره عن السي اكس وسي واي وسي زد، فلو قلت الفيكتور اتجاهه بالشكل ده، يعني من السي ورايح للبي، فازاي اجيب احداثيات الفيكتور ده او المتجه ده؟ فهيبقى عباره عن البي اكس ناقص السي اكس والبي واي ناقص السي واي والبي زد ناقص السي زد. بس المقدار ده، خلي بالك بقى ان انا بوصف فيكتور، فالقيمه دي هتبقى في اتجاه اليونت فيكتور اكس، والقيمه دي هتبقى في اتجاه اليونت فيكتور واي، والقيمه دي هتبقى في اتجاه اليونت فيكتور زد. فدي بالنسبه لي بقت كميه متجهه، يعني المقدار ده في اتجاه المحور بتاع الاكس اللي هو الاكس اللي هو الحته دي، ده اليونت فيكتور بتاع الاكس، وده اليونت فيكتور بتاع الواي، وده اليونت فيكتور بتاع الزد. يبقى ده بالنسبه للفيكتور. يبقى ازاي اعبر عن فيكتور؟ الفيكتور محتاج عشان اوصفه نقطتين، بطرح النقطة الأخيرة ناقص النقطة الثانية، بجيب عبارة بجيب إيه؟ بجيب المتجه بتاعي. بس لما أجي أعبر عنه بعبر عنه بثلاثة كومبوننتس، كل كومبوننتس بيبقى عبارة عن يونت فيكتور في اتجاه المحور بتاعي. تمام؟ طيب يعني إيه يونت فيكتور؟ برضو اللي هي يعني إيه الإكس دي ويعني إيه الواي دي ويعني إيه الزد دي؟ بس ده بعبر عنه بدلالة حاجة اسمها يونت فيكتورز للمحاور الأساسية. إيه بقى هي اليونت فيكتورز للمحاور الأساسية؟ طيب اليونت فيكتور، تعالوا نشوف اليونت فيكتور اللي هو الاكس سمول ده، هو ده عباره عن ايه؟ خلي بالك لما تيجي توصف اي فيكتور في الدنيا انت محتاج نقطتين، وانا عندي كلامي اللي انا قلته لك ده. طيب محور اكس، تعالوا كده نتخيل مع بعض محور اكس، لو انا عايز اوصف عليه نقطتين، مش دي الاوريجن اللي هي صفر وصفر وصفر، وانا عايز نقطه على الفيكتور ده، النقطه دي هتبقى عباره عن ايه؟ عبارة عن واحد في اتجاه الاكس وصفر في اتجاه الواي وصفر في اتجاه الزد. فلما نيجي نطرح النقطة دي ناقص النقطة دي هتدي لي ايه بقى؟ واحد ناقص صفر هتبقى واحد، صفر ناقص صفر هتبقى صفر، صفر ناقص صفر هتبقى صفر. فدي هتبقى عبارة عن وحدة واحدة في المتجه اللي هو اتجاه الاكس، وزيرو في اتجاه الواي، وزيرو في اتجاه الزد. فلما نيجي نعبر عن الثلاثة دول مع بعض، هم دول اليونت فيكتور بتاع مين؟ الاكس سمول. يعني اكني بعبر عن نقطه، يعني الحته دي
امثلها ازاي بالنسبه للمحاور الاساسيه. فهو هو فيكتور، هو ستيل فيكتور، بقدر امثله داله الاكس والواي والزد، بس كلمه يونت فيكتور هو عباره عن وحده واحده. يعني لو انت جيت تجيب الماجنيتيود بتاعته اللي هو جذر القيمه دي تربيع زائد القيمه دي تربيع زائد القيمه دي تربيع هتساوي كام؟ هتساوي واحد. فهو ستيل برضه واخد الاحداثيات بتاعته بنفس الفكره، اكنك جيت على محور اكس خدت نقطتين هتطرحهم من بعض هتجيب ايه؟ هتجيب اليونت فيكتور برضه. يبقى نرجع تاني لموضوعنا. لو احنا بقى قلنا بالارقام ان انا عندي نقطه، النقطه دي عباره عن 5 و3 و7، والنقطه دي عباره عن 1 و2 و3، وقلت لك انا عايزك تعبر لي عن الفيكتور ده. فالفيكتور ده هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى 5 ناقص 1 هيبقى 4 في اتجاه الاكس، 3 ناقص 2 هيبقى 1 في اتجاه الواي، 7 ناقص 3 هيبقى عباره عن 4 في اتجاه الزد. فده الاكسبريشن اللي بيعبر عن الفيكتور ده. طيب مين الاكس والواي والزد؟ دي اليونت فيكتورز بتاعت مين؟ بتاعت المحاور الاساسيه بتاعتنا. يعني الاكس دي عباره عن 1 0 0، يعني وحده واحده في اتجاه الاكس و0 في اتجاه الواي و0 في اتجاه الزد. والواي سمول دي عباره عن 0 1 0، عباره عن وحده واحده في اتجاه الواي و0 في اتجاه الاكس و0 في اتجاه الزد. والزد سمول هتبقى عباره عن 0 0 1، هي عباره عن، يبقى اصلا المحور اكس ومحور واي ومحور زد هم اساسا فيكتورز بس سبيشال كيسز اللي هم بالشكل ده، وبمثل اي فيكتور تاني بدلاله الثلاثه دول. يبقى انا عايزكم تبقوا فاهمينه معايا دلوقتي ازاي امثل نقطه في الفراغ وازاي امثل فيكتور في الفراغ، ومين الاكس والواي والزد؟ دول يونت فيكتورز من الفيكتورز الاساسيه بتاعتنا. هو انت بتقول لنا الكلام ده ليه يا باشمهندس؟ يعني احنا كده كده يعني ايه موضوع الفيكتور والكلام ده كله ايه لازمته بالنسبه لي؟ دلوقتي لو انا عندي بقى جسم في الفراغ زي ما انتم شايفين كده، وقلت لك وظف لي الجسم ده او وصفه لي، عايزك تقول لي الجسم ده مكانه فين؟ طبعا لازم يبقى بالنسبه للاكس والواي والزد المحاور بتاعتنا. فتعالوا بقى ندي مسميات كده، ده هنسميه الفيكسد فريم، الفريم الثابت اللي بنسب ليه اي حاجه. طيب عشان توصف المكان ده او توصف الاوبجكت ده بنفرض له فريم يفضل يتحرك معاه، لان خلي بالك وارد يبقى ثابت وارد يتحرك. فهنفرض فريم موفابل فريم، تعالوا نقول ان ده هيبقى مثلا اكس واحد وواي واحد وزد واحد، ده فريم تاني باي ابعاد بقى انت عايزها. الفريم ده عباره عن ايه؟ ده فريم ثابت على الاوبجكت اللي بيتحرك، ومهما راح في اي مكان هيفضل يتحرك معاه، فده بيسموه الموفينج فريم، او ساعات بيسموه البادي فريم اللي هو الفريم اللي بيتحرك مع البادي. طب انت ليه فرضت له فريم؟ هنقول دلوقتي كمان شويه. الاوبجكت ده عشان توصفه في الفراغ انت بتوصفه بحاجتين، اول حاجه هي البوزيشن، هو مكانه فين بالظبط. مكانه فين هو عباره عن توصيف للاوريجن بتاع الموفابل فريم او البادي فريم. يعني لو ده الاوريجن بتاعه بي، فالبي دي انت هتوصفها بالنسبه للفيكسد فريم، كده يبقى انت عرفت مكان الاوبجكت ده كبوزيشن كاحداثيات اكس واي وزد. بس احنا كمان ما بنعبرش عنها كشكل نقطه، بنعبر عنها كشكل فيكتور. يعني النقطه دي بنسيبها للاوريجن بتاع مين؟ الفيكسد فريم. طب الاوريجن بتاع الفيكسد فريم النقطه بتاعته كام وكام؟ صفر وصفر وصفر. والنقطه دي اللي هو الاوريجن بتاع الموفابل فريم، تعالوا نقول هو عباره عن بي اكس بي واي بي زد، دي كاحداثيات. طب لو عايز اوصفها في شكل فيكتور، اكني بوصف فيكتور من الاوريجن اللي هنا للاوريجن اللي هنا، يعني هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن بي اكس ناقص صفر في اتجاه الاكس كابيتال او اللي هو اليونت فيكتور ده، زائد بي واي ناقص صفر في اتجاه الواي سمول اللي هو اليونت فيكتور من الفيكسد فريم، زائد بي زد في اتجاه الزد اللي هو اليونت فيكتور بتاع الزد.
اللي انا وصفته ده هو البوزيشن بتاع مين؟ بتاع البادي ده. يبقى خلاصه الكلام اللي احنا عمالين نقول ايه هو البوزيشن لاي بادي؟ هو عباره عن فيكتور من الاوريجن بتاع الفيكسد فريم للاوريجن بتاع البادي فريم، متوصف بدلاله مين؟ بدلاله الفيكسد فريم. يعني ايه بدلاله مين؟ يعني البي اكس دي لو رقم هيبقى بدلاله مين بتاعه الاكس دي، اليونت فيكتور بتاع الاكس بتاع ده ولا ده بتاع الفيكسد فريم، ده المقصود بيه. طب البي واي دي كرقم سواء سالب 5 سالب 4 2 بدلاله مين او في اتجاه مين الواي سمول دي؟ ده اليونت فيكتور بتاع الواي اكسس بتاع الفيكسد فريم. وصلت؟ طبعا بما ان كده كده انا دايما هطرح من الصفر، فهنا الفيكتور بتاع البوزيشن للبادي فريم يهيئ لك ان هو عباره عن احداثيات النقطه بتاعه الاوريجن. ما هو النقطه دي هوصفها ازاي؟ لو دي مثلا 5 و6 و7 هتبقى 5 و6 و7 كبوينت بدلاله الايه؟ الفيكسد فريم. بس عشان انا هطرح القيم دي من الصفر، فلو انا جيت حطيت 5 في اتجاه الاكس، 6 في اتجاه الواي، 7 في اتجاه الزد، فهي اكنها الفيكتور هو هو البوزيشن بالنسبه لي. يعني اكن بوصف في النقطه، بس احنا بنعبرها في شكل، بنعبر عنها في شكل فيكتور، فلازم نكتب اليونت فيكتورز جنبها. يبقى عرفنا ازاي نوصف البوزيشن لبادي، بنثبت عليه فريم خاص بيه، وبوصف الاوريجن بتاع البادي فريم ده في شكل فيكتور منسوب لمين؟ للاوريجن بتاع الفيكسد فريم. هل البوزيشن كافي؟ ده السؤال الجاي بقى. هل البوزيشن كافي عشان يوصف الفريم ده او البادي ده؟ يعني كده احنا خلاص قدرنا نوصف مكانه، وخلاص احنا عرفنا مكان. لو الجسم ده اتحرك هنا دلوقتي، فالفريم البوزيشن بتاعه بدل ما كان عند البي دي هتبقى البي نيو مثلا، وهنوصفه بالشكل ده. فكده انا عرفت مكانه. فلو الاوبجكت ده لو اتحرك، لو كانت عربيه وبعملها تراكنج مثلا، فخلاص انا هتابع البوزيشن بتاعها. لحد دلوقتي الدنيا تمام ولا مش تمام؟ يعني خلاص، ما انا مش محتاج حاجه تانية، انا خلاص هفضل عيني على البوزيشن. حد معترض معايا في النقطه دي ولا حاسس ان في حاجه ناقصه؟ الاورينتيشن. يعني ايه الاورينتيشن؟ ده بقى دي الاجابه بتاعت السؤال. يعني ايه؟ يعني الجسم ده، تعالوا نفترض ان ده مثلا كان وش بني ادم، يعني مثلا ده له عين اهو وحواجب واي حاجه بقى، وده مناخيره وادي البق بتاعه، ده وش بني ادم. لو ده بس لف راسه وخلى عينه الناحيه دي، يعني لو بقت عينه كده وبقى الحاجب هنا والمناخير هنا والاتجاه بقى هنا، هل البوزيشن هيتغير؟ ركز معايا، هل البوزيشن هيتغير لو هو لف حوالين نبي؟ يعني تعالوا نفترض ان هو لف كده وهو في مكانه، هل هيحصل حاجه للبوزيشن ده؟ لا، يفضل ثابت الدوران 180 درجه بالظبط. الدوران اللي هي الاورينتيشن. طب اعبر ازاي عن الدوران ده؟ الاورينتيشن او الروتيشن اللي حصل ده اللي بيمثله هنا بقى التلات محاور اللي انا حطيتهم مع الجسم ده وثابتين معاه. لو الجسم ده لف، فالتلات محاور دول هيلفوا معاه. لو راح في اي حته، ما خلي بالك هو المحاور هتبقى بالشكل ده، هتبقى ثابته. الجسم بيلف، المحاور بتلف معاه. فاي تغيير في الروتيشن او في الاتجاه بتاع الجسم ده، التلات محاور اللي ثابتين مع الجسم ده هيتغيروا. ممكن لو لف حوالين نفسه هيبقى في نفس البوزيشن، يعني النقطه دي كانك عمال بتلف حواليها كده وانت في نفس المكان، زي الكره الارضيه كده، يعني بتلف مثلا عندك مثبتها، او كوره انت مثبتها على المكتب وعماله تلف بس ما اتحركتش من مكانها، هي بتلف بس. فطبعا كل مره الاتجاهات عماله تتغير، فلو انت مثبت محاور معاها عماله تلف معاها، هو ده بقى اللي هيعبر لك عن الاورينتيشن. طب برضه هعملها ازاي؟ الفيكتور ده والفيكتور ده والفيكتور ده، مش دي متجهات؟ يعني هما ثلاث محاور متعامدين على بعض بس هي متجهات. طيب ازاي اعبر عن فيكتور؟ مش ده هو ده فيكتور اقدر امثله بالفيكسد فريم، والفيكتور ده اقدر امثله بدلاله الفيكسد فريم، والفيكتور ده اقدر امثله بدلاله الفيكسد فريم. يبقى اذا لو انا قدرت اجيب الثلاثه فيكتورز دول بدلاله الفيكسد فريم، يبقى انا بقى عندي حاجه اسمها مصفوفه الاورينتيشن او الروتيشن ماتريكس.
دي ملهاش دعوه بقى بالبوزيشن، خلاص احنا البوزيشن رميناه على جنب، احنا دلوقتي بنتكلم على الاورينتيشن. فالفكره بقى كالتالي، ركز بقى مع بعض، بتيجي منين بقى الارقام بتاعتهم دي؟ هنشوفها بعدين، في حاجه اسمها الاويلر انجلز، في حاجه اسمها السكرو موشن، في حاجات كتير هنشوفها، بس احنا عايزين نفهم يعني ايه اصلا فكره الروتيشن ماتريكس.